أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مثير للجدل. بين التيسير والتعسير والتحليل والتحريم تضاربت الفتاوى وتعددت قنواتها، وبين ساع إلى تنظيمها ورافض لحصرها تساؤلات كثيرة تطرح. من له سلطة الإفتاء ومتى؟ ولماذا كثرت الفتاوى وباتت مثار تساؤلات أحيانا؟ وما دور الفضائيات والمواقع الإلكترونية في تشجيعها؟ الفتاوى بين الفوضى ومحاولة التقنين، في حلقة الليلة من مثير للجدل. أهلا بكم مشاهدينا. بداية أرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، أولا بالدكتورة آمنة نصير، وهي أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية في جامعة الأزهر. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ. أيضا أرحب بالدكتور حمدي مراد، الباحث والمفكر الإسلامي. أهلا بك. أهلا بكم يا ستي. كما أرحب عبر الأقمار الصناعية أولا من جدة بالدكتور محمد النجيمي، أستاذ في الجامعة الإسلامية وعضو مجلس الفقه السعودي. وأيضا أرحب من القاهرة بالأستاذ عبد الفتاح عساكر، وهو المفكر الإسلامي. أهلا بكم ضيوفي، وأهلا بالمشاهدين لهذه الحلقة. أبدأ معك أولا دكتورة أمينة نصير. أهلا بك. ندخل في الموضوع يعني على طول، لماذا انفلت عيار الفتوى كما يقول البعض في أيامنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لها عدة أسباب في الحقيقة. السبب الأول انتشار الفضائيات، وهي كانت عاملا قويا، كانت مغرية. إغراء الكاميرا ده شيء فظيع، أغرى كثير من بعض الشيوخ أن هذا الإغراء واستمالة الجمهور مما دفعهم في الأخذ بالفتاوى اللي فيها نوع من النشاز، فيها نوع من لفت النظر، البحث في بطون الكتب وفي القضايا الهامشية وتصديرها أنها هي من الأصول، انشغال أهل الفتوى بالفروع ونسوا الأصول، عدم مسؤولية الفتوى. الفتوى دي مسؤولية، مسؤولية دنيوية ومسؤولية أخلاقية وأخروية، وإن أنا بيتبعني آلاف بل ربما ملايين فيما أفتي. ومن هنا كانت خطورة الفتوى، وفي الجبهة الأخرى كانت الجرأة على الفتوى. ما بين الجرأة وما بين عدم إدراك الخطورة، ما بين إغراء الكاميرا والفضائيات اللي أصبحت بيزنس لهذه الفتاوى، ما بين البحث في بطون الكتب واستخراج ما يستهوي هذا المفتي أو المستفتي له، أوجدنا حالة من الهلع، وحالة إن أنا في بعض الأحيان كنت أقول في بعض البرامج بعض الناس محتاجين أن يأخذوا مفتي تحت ذراعهم طول ما هم ماشيين، وعايزين كل كلمة يتكلموها، كل فكرة، كل عمل عايزين فتوى فيها. يعني زيادة الطلب أيضا على الفتوى من قبل المجتمع والأفراد هو ما زاد الطين بلة، أصبح مغري. الدكتور حمدي مراد، يعني هل ترى بأنه كما استعملت كلمة الدكتورة أمينة نصير الجرأة، هل تتفق معها في أسباب هذه الجرأة على الفتوى؟ أنا أعتقد بعد بسم الله الرحمن الرحيم والشكر لبرنامجكم، يا أهلا وأهلا وسهلا بالزميلة الفاضلة، أهلا بحضرتك، وبالزملاء الأحبة، يا أهلا. أعتقد طبعا وبالمشاهدين الكرام، نحن أمام موضوع في منتهى الأهمية والخطورة. ولقد أصبحت هذه الفوضى في الفتوى مسارا من مسارات انحراف التفكير الإسلامي عند الناس، وأصبحت شغلا شاغلا للصراع والفئوية والتفكك في التفكير الإسلامي والفعل الإسلامي. وأنا أعتقد أن المسألة تنبع من أكثر من سبب. السبب الأول أن الذين يصدرون هذه الفتوى ليسوا بمؤهلين في مستوى اجتهاد الفتوى، وبخاصة أننا لا نتحدث عن مسألة تبطل الصلاة أو الوضوء، تقوم بصحة الصوم أو نصاب الزكاة، لأنها أمور عرفت بشكل واضح عند الأئمة، وحتى وإن اختلفوا في الفروع في هذه المسائل فهي اختلافات محمودة. إنما المشكلة في فتوى معاصرة يصدرها هذا الشيخ هنا
وطالب العلم هناك وربما العالم هذا أو ذاك. أنا أقول أولا قلة العلم الشرعي، ثانيا عدم فهم الواقع فهما تفصيليا، ثالثا الصدور بهذه الفتوى قبل أن تدرس دراسة كافية. الفضائيات كما تفضلت أختي الفاضلة شجعت الكثير من غير المؤهلين بعد لأن يظهروا ويعلنوا للملايين آراء إسلامية حساسة وهي تهم المجتمع الإسلامي ولا تهم شخصا في المسألة. قبل هذه الفضائيات لم يكن الإقبال على الفتوى من قبل المفتين والمستفتين كبير إلى هذه الدرجة؟ أنا أعتقد أو ربما كان موجودا ولكنه لم يكن يخرج للعلن. أنا أعتقد أن كما يسمى ثورة الاتصالات لعبت دورا، إقبال الناس أيضا على الإسلام وأخلاقياته. نعم. يعني هذه أصبحت مرحلة جديدة تطورت عن ذي قبل، صارت هناك رغبة للتعرف أكثر على الإسلام وفهمه وفلسفته في الحياة في موضوعات كثيرة. الأحداث التي تحيط بالأمة هذه أيضا قضية مهمة، فتحت أبواب لأسئلة بعضها سياسي وبعضها اجتماعي وبعضها اقتصادي من منظور إسلامي. طيب. ومن هنا جاءت هذه الفضائيات لتباشر الناس بعالم أو بطالب علم يخرج على الناس بسرعة ويقدم فتوى سريعة جريئة غير مدروسة غير معطاة إطارها الشرعي الأصولي المعروف في الاجتهاد أكان سابقا أو معاصرا. جيد. دكتور محمد النجيمي في جدة، بالإضافة إلى هذه الأسباب التي ذكرتها الدكتورة آمنة نصير والدكتور حمدي مراد كقلة يعني وجود يعني أشخاص مختصين في هذه الأمور وعدم فهم الواقع وأيضا الفضائيات، هل أنت تتفق مع ضيوفي هنا في الأستوديو على هذه الأسباب أم تضيف أسباب أخرى لهذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تحية لكافة الضيوف وللمستمعين والمشاهدين. أنا أتفق في مع مجمل ما ذكره الدكتور حمدي والأستاذة الدكتورة آمنة، ولكني أضيف أسبابا أخرى وهي من وجهة نظري أيضا مهمة. أولها قلة المفتين المؤهلين، يعني الآن المجامع أو دور الإفتاء إن صح التعبير والهيئات المهيئة لأن تكون أن يكون أصحابها أو العاملون فيها من المفتين، هذه فيها قلة من العلماء ولا تستقطب إلا قليل من المؤهلين، لهذا حصل فراغ فاتجه الناس إلى الفضائيات. نعم. ليبحثوا عن مفتين آخرين، هذا سبب أول.